برشلونة بإسبانيا نلتقي مع أحمد نعومي الذي هاجر منذ 24 سنة ليتحدث لنا عن مسيرته في بلاد المهجر. السلام عليكم. أولاً كنشكر قناة الأطلس اللي استضفتنا اليوم وصراحة هذا شرف ليا. أولاً باش نقدم لكم نفسي، أنا أحمد نعومي اللي هو مقيم هنايا في إسبانيا. أحمد نعومي من مدينة الدار البيضاء. جيت هنا واحد المدة دابا ديال 24 سنة. المسار المهني ديالي صراحه غادي نرجع شويه اللور باش نعطيكم المسار المهني، لان كما قلت لك من قبل انا عندي تقريبا واحد 24 سنه هنايا. من البدايه ديالي حتى انا جيت بحالي مهاجر من المهاجرين اللي قطعوا البحر حتى هما وحاولوا يقلبوا على الحياه ديالهم. صراحه بديت المسيره ديالي كانت بدون اوراق حتى انا، وجاوز ديك الفتره الاولانيه ديال ان خدمت في البني، خدمت في اي حاجه كذلك ومثال، الى حد الان انا عندي الصنعه ديالي اللي كنت في المغرب، عندي الصالون ديالي ديال الحلاقه، لان انا اصلا كندير الحلاقه هادشي من قبل. تما كنت واحد الوقت قلبت نشوف الحلاقه، ولكن حتى شي حد ما حاول نخدم، لان ما كانش عندي الاقامه. هذاك الوقت انا كنت كنقلب ولقيت واحد الشركه، لان شركه عندها بزاف الاماكن ديال الحلاقه اللي هما ديال النصارى كيكون عندهم غير في لي سنتر كوميرسيال. سولتهم قلت لهم بغيت نشوف واش ممكن نخدم معكم وهذا سميتو. قالوا لي جيب لنا شي واحد نديرو تيست، يعني غنشوف شي راجل اللي نجيبو نحاول نصوب له الشعر ديالو وما غادي يشوفو. فعلا داكشي اللي كاين، جبت واحد السيد، شفتو السيد اللي هو من المحل، قال لي انا بغيتك تبدا معايا. ديك الساعه ما كانش كيعرف بلي انا ما عنديش الوريقات. فهذيك اللحظه انا قلت له راه المشكل اللي عندي هو ما عنديش الوراق. زعما صراحه تاسف بزاف، ولكن قال لي ما نقدرش نخليك بلا اوراق وانا اللي غنصوب لك الاوراق. وبدات المهنه ديالي في الاول هي الميدان ديال الحلاقه، لدرجه ان خدمت واحد المده طويله معاه. وبحكم انه هو شركه كبيره وعنده في اسبانيا كامله، لان فيما كيتحل شي سنتر كوميرسيال كيكون فيه هو، يعني فيما كيتحل شي مول كيكون فيه صالون الحلاقه ديالو. ف في منطقة، مادام أنا كنعيش في برشلونة، لأن سمحوا لي ما قدمش لكم بأن أنا مقيم برشلونة، هنا ديك الوقت حل محل آخر، وكنت أنا هو اللي كان جاري واحد المحل آخر ثاني تما، وحل المحل الثاني جريته إلى مدة 6 سنين ولا بحال هكذاك. فحاولت نخرج وندير ديالي، وكنت أنا درت الصالون ديالي الأولاني، ودرت الصالون الثاني، الصالون الثالث تبارك الله. وديك الساعة استمريت في المجال ديال الحلاقه ديال 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 شي حاجه اللي ديالي انا. المهم كما حكيت لكم، دائما من البدايه كتكون عندك واحد السفري باش كتمشي باش كتوصل. بالنسبه للمسار الرياضي، المسار الرياضي انا اصلا كنت رياضي في المغرب، يعني كنت بطل مغربي في رياضه التايكوندو في المغرب، وكانت مولوع بالتنظيم في المغرب. فلما التحقت هنا في الوقت اللي كنت انا كنخدم، كنت كنمارس حتى الرياضه، يعني كنت كنتريني وكنمشي للخدمه ديالي اللي هو في الوقت الحلاقه. وكان عندي سميتو الوقت اللي كنمشي في العشيه كنتريني هنايا، وشاركت بطولات حتى هنايا في اسبانيا.
الوقيته اللي شفت واحد النقص كاين ديال الشباب مغاربه ونحاولوا نتضامنوا، فجمعنا حنا واحد الشباب واسسنا واحد الجمعيه اللي هي جمعيه الشباب للرياضه والثقافه. كنت انا هو الرئيس ديالها، وكنا حطينا في المجموعه ديال الشباب اللي منهم رياضه التايكواندو، رياضه كره القدم، الكيك بوكسينغ، العاب القوى، ومشينا في واحد الاطار زوين. يعني كان عندنا شباب، التحقوا بنا شباب بزاف، وكوننا فريق للتايكواندو اللي كيمشي كيشارك كاس العرش المغرب مع الجامعه الملكيه المغربيه للتايكواندو. وكانت عندنا فريق ديال الكيك بوكسينغ كذلك، ومثال الجمعيه فعلا ضمنا بعد دوريات اللي هما في نصف الاحتراف، ابطال مغاربه في نصف الاحتراف، جبنا من هولندا، كنا مع الجامعه ديال كاتالونيا. وكان عندنا فريق اللي هو فريق كره القدم اللي كنا كنلعبوا في 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 في, في, في الكاتالانا، اللي تنقولوا حنا واحد الكاتيجوريه ديال الكاتالانا كنلعبوا فيها. كان عندنا فريق في المستوى معزز بزاف ديال اللاعبين اللي يلعبوا عندهم تجربه في المغرب. مثلا كان عندنا دراري اللي كانوا في المنتخب الشبان، جاوا لهنا بقاو معنا، كانوا معنا دراري فاسميتو. كان عندنا فريق في المستوى اللي كانوا كيفتخروا به في الصراحه هنايا الاخوان في كاتالونيا. وهذا هو المسيره ديال المجموعه ديال الجمعيه الرياضه. وكان عندنا انشطه تبارك الله بزاف في 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 في, في, في الجمعيه. بالنسبه للجمعيات، فانا ما كانش عندي بزاف الجمعيات اللي عندي معاهم كونتاكت، ولكن ما كانش عندي معاهم كونتاكت اللي هو كاين تلاحما بعد الجمعيات اللي كنا في المغرب، بعض الجمعيات اللي كانوا عندنا في المغرب اللي كنقولوا كنديروا بحال التوأم، كنشوفوا كنا كنصيفطوا لهم بعض الاشياء اللي هي كتخص واحد المناطق اللي كنقولوا حنا مثلا منطقه شيشاوا، منطقه كذا. كانوا بعض الجمعيات اللي كنحسوا بداك الشيء اللي كينقص بعض الاطفال وبعد هذا كتصيفط، ولكن داك الشيء قليل، ماشي كثير، ماشي شي حاجه كثيره، ولكن الحمد لله هذا هو التلاحم اللي كان بيننا وبينهم. اما الجمعيات اللي كاينين هنا في كاتالونيا، صراحه احنا كنا واحد المجموعه ديال الجمعيات، لا داعي اللي ذكر الاسماء ديال هذه الجمعيات هذو، لان غادي ننسى شي واحد وغادي يتقلق مني. فلهذا غنقول لك كانوا جمعيات تبارك الله، كانوا يد في يد، وكنا كنخدموا على اساس ان ملي كنقولوا حنا، خصوصا ملي كتكون القضيه الوطنيه، فصراحه تقال كنا كنخرجوا واحد العدد كبير ديال الاشخاص. لان كنتذكر كانت عندنا واحد الوقفه، فخرجت تقريبا 2000 شخص اللي خرجت في كاتالونيا ومشيت في الرامبلا، يعني من ولكن واحد العدد ديال الجمعيات اللي كانوا تبارك الله محزمين ومرزمين زعما صراحه تقال. ومشاو لاليكانتي، خداو واحد المجموعه ديال الكيران، واحد تقريبا 25 كار اللي هبطوا ديال المغاربه من هنا حتى لمدريد، حتى لاليكانتي، حتى فهذا في حد ذاته. انا كنت كنشوف ديك الوقت كانت واحد التلاحم. دابا هاد الساعة هادي ما كنشوفش هاد الشيء. المجال الفني صراحة اش غنقول لك، هاد المجال الفني هو اللي خلاني نقصت من العمل الجمعوي، والعمل الجمعوي أكثر هو اللي خلاني نخرج منه، بحكم أن كاين ماشي خرجت منه. انا صراحه قال الجمعيه باقا لحد الان كاينه الجمعيه، كاين الاعضاء ديال الجمعيه، ولكن اللي ما كاينش هو ان كما قلت لك، حنا ملي كدور تفكر تبغي دير شي حاجه، تيقول لك هاد الناس راه داروا شي حاجه واخدين الفلوس، واقيلا عندهم فلوس. بحال غنقولوا حنا ردونا مارشاريان شويه، رجعنا شويه للور، تتقول انت غتخسر من جيبك ودير واحد الحاجه من جيبك ودير واحد المجهود، ويجيو بعض الاصابع ينعتوا فيك بانك دي. واخا حنا عارفين هذا الشيء غيكون، ولكن صراحه ما قدرناش نتزامنوا مع هذا سميتو. وبالاخص دابا حنا وصلنا واحد الوقت اللي كتشوف كل الظروف ديالو، والحالات كثروا بزاف، ديال الجاليه كثرات بزاف. الجاليه فعلا محتاجه للجمعيات، هذا الوقت هذا هو اللي محتاجه فيه، ده خصوص هذا الوقت اللي حنا كنعيشوا دابا، سي والله العظيم محتاجه للجمعيات بزاف.
ويديروا اليد في اليد، لان الا درتي غير مع هو تغير بلاصه كاتالونيا ولا هو تي، هذا غيبان لك الشباب اللي في واحد الحاله لا يرثى لها، كتلقى العائلات اللي محتاجين بواحد الطريقه اخرى، ما والجمعيات لو كانوا دايرين اليد في اليد كانوا يتوافقوا يديروا، كل واحد يدير شي حاجه كانوا يتوافقوا. شو دابا خرج مثلا واحد القانون اللي هو يمكن، على ما سمعت انا بان كل جمعيه ممكن تصوب الوريقات، عطاو واحد المسؤوليه للغوفيرنو، عطاو واحد المسؤوليه للجمعيات مثلا يقدروا يصيبوا الوريقات ديالهم اللي عنده اكثر من 3 سنين يتجه لشي جمعيه، والجمعيه الا ضمناتو راه غادي يقدر ياخذ. لكون كانوا خداو غير كل جمعيه تاخذ مثلا، راه تبارك الله راه كاينه عدد كبير من الجمعيات، لو كون ياخذوا غير 4 الدراري ويديروا لهم وريقات لا في سبيل الله، ماشي غياخذوا من عندهم شي فلوس ولا ياخذوا من عندهم شي حاجه باش ما تسماش تجاره عاوتاني اخرى ولا شي حاجه، فراه غادي يعاودوا ينقدوا واحد العدد. هذا الشيء هذا كنفتقدوا. المجال الفني انا من بعد ما كان عندنا كجمعيه رياضيه وثقافيه وفنيه، فكنا كنديروا انشطه فنيه مثلا، كتكون عندنا بعد سهرات الجاليه بعد سميتو هذا، وهذاك المجال انا كنت كتنظيم وسميتو كنت مولوع فيه في المغرب، ماشي عاد زعما ولا شي حاجه. فهذيك الوقيته انا خديت واحد شويه الوقت في هذا المجال الفني. كنحكي لك هذا الشيء من 2004 2005 2006، فتما خديت تجربتي في المجال الفني، وبدينا في لي سواري اللي كنديرهم شويه بالعشاء الجاليه، ونظمنا سهرات بزاف بهالطريقه هذه، وبقيت غادي في المجال الفني. لهذا استمريت في المجال الفني، وبحكم انني انا نيت كنمارس واحد كومو ماناجير ارتستيك، كان مدير لعدد من الفنانين اللي في المغرب وحتى هنا، وتم بقيت كنحاول نركز على مهرجانات وكنركز على سميتو اكثر، فخدا لي الوقت بزاف في المجال الفني. السلام عليكم، معكم عز الدين قجيدي على الهواري، مدينة برشلونة، فاعل جمعوي وحقوقي وكذلك المهنة التقني. في البداية كنشكر القناة ديال أطلس المغربية على هذه الالتفاتة وعلى هذا الاهتمام كذلك بالجالية خصوصا في برشلونة. كنشوف الحلقة اليوم هي أنها دار تسجيل مع الأخ الغني عن التعريف أحمد النعومي، اللي بصراحة عرفته في واحد المدة اللي هي اساسيه في واحد المرحله اللي المغرب كله كيهتم بها، واللي هي القضيه الوطنيه اللي اشتغلنا في واحد المجموعه، ومن خلاله فهمت بان عنده ديك الروح الوطنيه اللي كتسري في الدم ديالو، زائد الاهتمامات ديالو الفنيه ولا الثقافيه ولا الجمعويه. فهو انا بالنسبه ليا غادي يكون واحد النموذج للمستقبل الشباب هنايا، لان ربما من عاد تبعوا الحلقه وعاد تصنتوا المسار ديالو كيفاش جا مثلا لاسبانيا والمراحل اللي داز تكوين ديال الشخصيه ديالو او في الحياه المهنيه ديالو، كيبان بانه فعلا كان انسان مكافح وبنى نفسه بنفسه. معكم عبد القادر مغناس، مدير وكاله الاصفاد العربيه برشلونه، ايضا انفلونسر يوتيوبر. التكلم على اخي احمد راه خصني مده كبيره، ولكن غنقول لكم بان احمد من اطيب خلق الله، ود كازا، انا ود العرايش، واخا المدن ديالنا بعاد ولكن عندنا قواسم مشتركه كثيره بزاف. هو كيخدم في القطاع الفني، ايضا انا شغال في القطاع الفني، هو الصديق ديال الاصدقاء ديالو اللي قدم كثير للجاليه المغربيه، وكنبغيه واحبوه في الله وتبارك الله عليه. كلمه اخيره للمغاربه اللي عايشين في العالم كامل وفي الخارج، كنقول لهم من هذا المنبر هذا بانهم كجاليه مغاربيه او كنقول لهم حاولوا تنتوما
مشيو في الطريق الصحيح اللي خارج من البلاد ديالو كيغامر وكيحاول اللي باش يمشي يخدم على عائله ويخدم على واحد سميتو يجي يعطي واحد الصوره وواحد الصوره اللي هي نظيفه ونقيه في اي بلد في العالم كمغربي ويكون عايش في واحد البلاصه ويعطي صوره راه حتى حنا كنبينوا بان راه حنا عندنا طاقات وعندنا وحنا عندنا طاقات الحمد لله وعندنا ناس في المستوى وعندنا عندنا 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 بزاف الحاجه غير بعض المرات كتجي ديك حوته كتخنش الشواري وهذا اللي كاين زعما وكما قلتي اخر حاجه ومن هذا المنبر ثاني كندير واحد التحيه للعائله ديالي كامله وحتى عزي حاره لواحد العم ديالي اللي عاد توفى مسكين اللي هو كان بحال الاب ديالي حتى هو كان هذه الاسبوع باش توفى وشكرا لكم بزاف وشكرا للطاقم ديال قناه الاطلس وتحياتي لكم.